وكعادتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا باهم الاخبار والاحداث وتذكره ليها. ومن اهم هذه الاخبار هو استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس بقصر الاتحاديه لانيكس خريستودوليدس رئيس قبرص، وشهد اللقاء التاكيد على الحرص المتبادل على مواصله تعزيز العلاقات المتميزه والوثيقه اللي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة. كمان امبارح جمانة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت داخل الدولة المصرية، وقال إنه في تكليفات واضحة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم. تفاصيل وأخبار أكثر في هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص. شهد اللقاء التأكيد على الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة اللي بتتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة، واستعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، وقال رئيس الوزراء إنه في تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم. امبارح برضه ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة اللي بيتم تنفيذها حالياً في منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات بالمصانع والشركات التابعة للهيئة. وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود اللي بتقوم بها الأزرع الصناعية التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، حيث تساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب التصدير، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية دعماً للاقتصاد الوطني. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الثانية خلال شهور مجموعة من شباب فريق شركة انطلاق المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وده لاستعراض تقرير يتضمن سرد شامل لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومتطلباتها وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركة انطلاق اللي بتعمل في مجال مهم للغاية، هو مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة إن هذا هو توجه الحكومة الآن، إذ يعد هذا القطاع محرك أساسي للاقتصاد، وهناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال استطاعت إضافة معدلات نمو كبيرة لاقتصادات البلدان اللي نشأت فيها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية أدكس 2023 اللي بتجري فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجاري، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق راكتوري جونا جوسوا وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر، يرافقه اللواء سافيو لالا مونغا ديلفن رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كمان التقى القائد العام للقوات المسلحة بالسيد رامو كلود بيرو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية إفريقيا الوسطى، والسيدة ثاندي روث مودسي وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب إفريقيا. تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات. أيضاً التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن مهندس عيسى سيف بن عبلان رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق ركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية.
أيضا قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة. نروح مع حضراتكم لأخبار المحافظات خارج القاهرة، والبداية من محافظة القليوبية. تم الإعلان عن إنشاء جامعة بنها تكنولوجية على مساحة تصل إلى 10 أفدنة، وفي المنوفية تم تدشين مبادرة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية. كمان امبارح في دمياط تم تدشين حملة لتطوير وتجميل الوحدات الصحية، وفي أسوان تم الانتهاء من إنشاءات مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في القليوبية أعلنت جامعة بنها عن إنشاء الجامعة التكنولوجية، وده في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على تحقيق إتاحة التعليم لكافة الفئات المجتمعية، مع تأهيل الشباب لسوق العمل وتجهيزهم على أعلى مستوى للمنافسة في السوق المحلية والدولية. في المنوفية دشنت المحافظة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تحت شعار انزل اكشف واطمن، وده ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وبتشمل تسجيل البيانات وصولاً لمرحلة التشخيص وتحرير خطابات للمستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، بجانب تذليل كافة المعوقات اللي بتواجه فرق الكشف في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة. في مطروح أعلنت المحافظة أنه تم تقديم مساعدات وإعانات مالية وعلاجية لغير القادرين بإجمالي تكلفة 17.948 مليون جنيه، وده على مدار الأربع أعوام السابقة لتوفير مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية، وده في إطار وضع مطالب واحتياجات المواطنين على رأس أولويتها مع العمل المستمر للتيسير عليهم. في دمياط أعلنت مديرية الصحة عن تدشين الحملة الشهرية لتنظيف وتجميل وحدات ومراكز طب الأسرة بالإدارات الصحية، وحيث يتم خلال الأسبوع الجاري تنظيف وتجميل وحدات ومراكز طب الأسرة بالإدارات الصحية بدمياط وفرسكور وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقاء، والتأكد من سلامة اللافتات والأعلام على المنشآت. في الأقصر شهدت المحافظة تنفيذ فعاليات دعم 300 من صغار الصيادين في محافظات جنوب الصعيد ب 300 مركب صيد جديدة مجهزة بالكامل، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في دعم الصيادين عبر مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية. في أسوان أكدت المحافظة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة والتشطيبات النهائية بتكلفة 68 مليون جنيه على مساحة 3200 متر مربع، وده استعداداً لقرب افتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية بالمحافظة، وبيتم وضع اللمسات الجمالية والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها.